بعد ظهر كل يوم ينطلق فريق إذاعة أمل لذوي الاحتياجات الخاصة في العمل على جمع الأخبار واختيار المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال برامج اليوم فكرة إنشاء إذاعة تختص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة انطلقت من دوافع ملحة وفق أصحاب المشروع جوامل هي فكرة ديجان معتدى شباب تلمينا وحاسينا بالحق الشخص إعاقة في تونس نقصت برشا حاجات ما نجمش يعيش بفاسو معناتها وحده من غير اعانه حتى حد، ديما يستحقش دي كون مش يعاونه، ما نجمش يكون وحده معناتها يعيش من غير حتى مساعده، وحاجه اخرى تحسين اللي التناول الاعلامي للاشخاص ذوي الاعاقه في تونس ما مش كما نحبوها نحن. معانا حبيت نسلم المواضيع التي تطرح في اذاعه امل لها خصوصيه مشتركه وهي الاهتمام بمشاغل ذوي الاحتياجات الخاصه. وإيصال صوتهم إلى السلطة احنا رجو جمعياتي لذوي الإعاقة سبل متاعنا هم المعاقين وسبل زاد العبد اللي نحبوا نعرفوهم بحقوق المعاقين خاصة في تونس والحقوق قضية اللي ما هيش مضمونة للمعاقين وفضلا عن المضامين الخاصة بهذه الفئة يقدم راديو أمل مضامين إخبارية وفنية متنوعة راديو مش مواجهه لكان ذوي الاعاقه للناس الكل ونحبوا زيدا نعرفوهم كما قالت زميلتي اللي فما اشخاص ذوي اعاقه فاعلين راديو امل وبعد اشهر من انطلاق بثه على الاثير اصبح يلاقي اهتماما بالغا من قبل فئات واسعه من المستمعين حيث يعده المختصون تجربه فريده في افريقيا والعالم العربي